أهلا بكم من جديد في اللياقة. اليوم نناقش التمارين التي يطرحها خبراء اللياقة لمن يعانون الوزن الزائد، وتتميز هذه التمارين بسهولة ممارستها وتساعد في التخلص من الدهون. المزيد في التفاصيل مع تقرير جمال بن رفيع. تمريننا اليوم هو سيركت تريننج. نحن بنقدر تلوز ويت يعني نخسر وزن، وبنفس الوقت هو انديورنس للعضله تبعتنا. حنبلش. اول حركه بالسيركت تريننج اليوم هي اسمها سوبر جامبينج جاك. ليش سوبر؟ لانه نحن بنعمل فيها سكوات. حنعملها 20 ريبيتيشن وحنبلش البوزيشن تبعي اللي يكون ستريت، رجلي ثابتين على الارض، معدتي مبلوعه لورا. بنبلش الحركه الثانيه هي سكواتس، حنعملها 20 ريبيتيشن واكيد حنعيدها بثلاث مرات بالسيركت تريننج. ركيبنا ما لازم نطلع لبرا، دريرنا لورا، اجرينا على مستوى كتافنا، بناخذ نفس، ايدينا ثابتين. 1 الحركة الثالثة هي جامبينج لانشز، حنعملها كمان 20 ريبيتيشن وكل ليج لحال. بنبلش يمين قدام شمال ورا ستارت. الحركة الرابعة هي البوش ابس، كمان حنعمل 20 ريبيتيشن، كتفنا محكونة مع ايدنا ستريت لاين. الحركة الخامسة هي بيربس، حنعملها 20 ريبيتيشن. آخر حركة بالسيركت تريننج هي بلانك، ما تنسوا انكم تتنفسوا، حنعملها دقيقة. دائما تنفسوا during circuit training، حتى نضل نفوت أكسجين كافي لجسمنا.